قالت وسائل إعلام عالمية إن الوكالة الدولية لبحوث السرطان بصدد إعلان أن الأسبارتام، وهي أحدى أكثر المحليات الصناعية شيوعا في العالم، مادة مسرطنة محتملة في الشهر المقبل. وسيضع الإعلان الوكالة التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة مع صناعة الأغذية والجهات التنظيمية، ويستخدم الأسبارتام في صناعة منتجات تتنوع بين مشروبات غازية منخفضة السعرات الحرارية وبعض المشروبات الأخرى.